بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ختم المؤلف رحمه الله كغيره من المؤلفين كتاب الصلاة بباب الجنائز، لأن الجنازة يصلى عليها، والمراد بهذا الباب أحكام الميت من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه وزيارته، زيارة قبره والدعاء له. وهذا من محاسن الإسلام ومن كرامة المسلم على الله سبحانه وتعالى، فإن المسلم إذا مات يعتنى به هذه العناية الفائقة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. فهذا مما يدل على كرامة المسلم على الله سبحانه وتعالى، وأن المسلمين يتولونه، وأما الكافر فيتولاه الكفار ويدفن في مقابر الكفار، ولا يتولاه المسلمون ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإنه يوارى في التراب ولا يترك على وجه الأرض. وهذا من نعم الله على الآدمي أن جيفته لا تترك مثل جيف الدواب، تلقى للسباع وللكلاب، وإنما تدفن. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال سبحانه وتعالى في تعداد نعمه على هذا الآدمي: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فامتن عليه بأنه إذا أماته فإنه أمر بقبره ودفنه تكرمة له، ولا يكون كغيره من الجيف. ويستحب للمسلم أن يتذكر الموت دائما وأبدا، حتى ولو كان في عنفوان الصحة والشباب، يتذكر الموت ولا يستبعده في أي لحظة، يكون على استعداد ولا يغفل عن الموت. قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تذكروا هادم اللذات الموت، فإنكم لا تذكرونه في قليل إلا كثرة، ولا في كثير إلا قلله. وفي تذكر الموت قصر للأمل، استعداد للموت، وقناعة بالرزق، وإقبال على العمل الصالح، والكف عن المحرمات والمعاصي، والإقبال على الطاعات والحسنات والتوبة والاستغفار. هذا يحصل في تذكر الموت. أما إذا غفل الإنسان عن الموت ونسيه فإنه يتمادى في الغفلة، ويتمادى في المعاصي والكسل وترك الطاعات، تهاون بالعبادات، ويكون عنده أمل طويل وغرور في هذه الدنيا.
فيتذكر المسلم الموت ويعتبر بالأموات الذين يراهم صباحاً ومساءً، يعتبر أنه سيكون في يوم من الأيام وقد يكون قريباً يكون مثلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم تفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعمل ينقطع بالموت ويختم على ما كان من خير أو شر، والتوبة تنتهي عند حضور الموت. حتى ولو كان الإنسان في حياة في إدراك، إذا حضره الموت فإنه لا تقبل توبته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه الغرغرة والحلقوم، حينئذ لا يقبل منه توبة. فيتذكر الإنسان هذا ويبادر بالتوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ما يأجلون التوبة ويأخرونها، لأنهم لا يدرون مدة إقامتهم في هذه الدنيا، فيبادرون بالتوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، بغلبة نفس وهوى وعدم صبر، هذه الجهالة. وليست الجهالة عدم العلم، لا، الجهالة أن الإنسان يطغى في هذه الدنيا ويطلق لنفسه العنان، هذه الجهالة. ثم يتوبون من قريب، ولم يقل يتوبون فقط، بل قال يتوبون من قريب، قريب من الذنب. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ثم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، مبادرة. ثم قال جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله وأن يتخلص من المظالم ويؤدي الحقوق إلى أهلها، ولا يبقى في غفلته وظلمه وعدوانه، بل يحاسب نفسه ثم يستعد للموت، يخلص حسابه في هذه الدنيا، كما يقولون يصفي حسابه، صفي حسابه في هذه الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عنده. فتذكر الموت. كذلك على المسلم أن يوصي بما له وما عليه، ما له من الحقوق على الناس وما عليه من الحقوق للناس ومن الديون، وما عنده من الودائع، ما يترك الأمر مضيعا ثم يفجأه الموت وتضيع هذه الحقوق تبقى في ذمته، بل عليه أن يوصي بها ويثبتها في كتاب عنده حتى يسلم من عهدتها، لو فاجأه الموت يسلم من عهدتها. وكذلك مسألة التداوي والعلاج لا بأس به، مباح إن الإنسان يتعالج من المرض بما أباح الله من الأدوية والرقية الشرعية، فالعلاج مباح بالأمور المباحة. وبعض العلماء يرى أنه مستحب، العلاج مستحب، وبعضهم يرى أنه واجب، ولكن صحيح أنه مباح، أنه مباح، إن شاء تعالج وإن شاء لم يتعالج. هذه كلها أمور ينبغي للمسلم أن يستحضرها. فإذا مرض الإنسان فإنه تستحب زيارته وعيادته، عيادة المريض هذا من حق المسلم على أخيه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم:
وإذا مرض فعده فيعوده ويجلس عنده ويطمئنه ويوسع عليه الدنيا وينفس عنه. زيارة المريض فيها أجر عظيم وفيها مصلحة للزائر والمزور، الزائر يحصل على الثواب والمزور يستأنس بأخيه وينشرح صدره إذا زاره أخوه، ويذهب ما بينهما من سوء التفاهم، قد يكون بينهما سوء تفاهم، فإذا زاره فإن هذا يزول بزيارته في عيادة المريض، وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ويذكر بالتوبة، يذكر المريض بالتوبة. إذا رأى الزائر أنه في حالة تدل على قرب أجله فإنه يحثه على التوبة ويذكره بالوصية بما له وما عليه، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. فإذا مات فإنه، وكذلك إذا حضره الأجل ونزل به الموت، يوجهه إلى القبلة ويلقنه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا، قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. موتاكم يعني المحتضرين، أما بعد الموت فلا يلقن لأنه ما في فائدة، لكن يلقن المحتضر الذي يسمع الكلام ويستطيع النطق، يلقن الشهادة يموت عليها. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا من حق المسلم على أخيه المسلم. فإذا مات فإنه يسرع بتجهيزه على ما يأتي إن شاء الله. هذا كله من محاسن الإسلام ومن كرامة المسلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. نعى يعني أخبر بموته، أعلن موته، وهذا فيه دليل على جواز الإخبار عن الميت إذا مات من أجل أن يدعى له ويصلى عليه. فإذا كان الغرض من الإخبار عن الميت والإعلان عن موته الغرض الدعاء له والصلاة عليه، حضور الصلاة عليه وتشييعه، وإذا كان لأحد عليه حقوق يتقدم، إذا كان القصد من الإعلان عن وفاة الميت هذه الأمور فهذا مستحب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، يعني أخبر أصحابه بموته من أجل أن يدعوا له ويصلوا عليه. والنجاشي ملك الحبشة، النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة قالوا له النجاشي، كما أن من ملك مصر يقال له فرعون، ومن ملك الروم يقال له هرقل، قالوا له الهرقل أو القيصر، ومن ملك الفرس قالوا له كسرى، والأكاسرة ملوك الفرس، والقياصرة ملوك الروم. هذه ألقاب معروفة عند الناس. والنجاشي كان نصرانياً، وكان رجلاً عادلاً، ولما ضغط المشركون على المسلمين في مكة وشددوا عليهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال: إن فيها رجلاً لا يظلم أحد عنده،
يعني النجاشي، فهاجروا عنده واستقبلهم وأكرمهم. ثم إنه سمع القرآن، سمع منهم القرآن فشهد أنه من عند الله، وأنه هو والتوراة خرجا من مشكاة واحدة، فأسلم وحسن إسلامه رحمه الله، فيعد من التابعين لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، بل آمن به ولم يره، فيكون من التابعين لا من الصحابة. وفي الحديث الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب، وهي محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يرى الصلاة على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، ومن العلماء من يرى أنها لا تشرع الصلاة على الغائب، لأنه كان يموت خلق كثير من الصحابة في البلدان ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يقول إذا كان الميت في أرض لم يصلى عليه فيها فإن المسلمين يصلون عليه صلاة الغائب، لأن النجاشي بأرض نصارى ليس عنده أحد من المسلمين، فإذا كان مات المسلم في أرض ولم يصلى عليه فيها فإن المسلمين يصلون عليه صلاة الغائب. هذا القول الثالث، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. والقول الرابع أنه إذا كان الميت له شأن في الإسلام كالعالم وولي الأمر، ولي أمر المسلمين، ممن له شأن في الإسلام ونفع في الإسلام، فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. وهذا ما عليه العمل الآن في هذه البلاد، يصلون على العلماء ويصلون على ولاة أمور المسلمين إذا ماتوا صلاة الغائب. وفي الحديث أن التكبير على الجنازة أربعا، أن التكبير على الجنازة أربعا، أربع تكبيرات، وهذا هو الذي عليه العمل عند المسلمين، وهو الذي تدل عليه أكثر الأحاديث، أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى يقرأ بعدها سورة الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة يدعو للميت، التكبيرة الرابعة يسلم بعدها. هذه صفة صلاة الجنازة. وفي الحديث أيضا أن المصلين يكونون صفوفا ولو كان المكان واسعا، فالأفضل أن يكونوا صفوفا ولا يكونوا صفا واحدا، الأفضل أن يكونوا ثلاثة صفوف أو أربعة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر أربعا. كما سبق فيه الإخبار عن موت الميت لأجل الصلاة عليه والدعاء له، وفيه علم من أعلام النبوة ودليل واضح من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه مع بعد المسافة بين الحبشة والمدينة، ولكن الله أطلعه على ذلك بواسطة جبريل، فهذا فيه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. قول خرج بهم إلى المصلى، كان عندهم مصلى للجنائز، كان عندهم مصلى للجنائز غير المسجد، فتارة يصلون على الجنازة خارج المسجد في المكان الذي يصلون فيه عادة، وتارة يصلون عليها في المسجد،
فيجوز الصلاة عليها في المسجد والصلاة خارج المسجد. نعم. عن جابر وكبر أربعا، مثل الحديث الذي قبله، لأن التكبير على الجنازة يكون أربع تكبيرات لا ينقص عنها. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وهذا حديث ثالث يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، ففيه فضل هذا الرجل رحمه الله، وفيه ما ذكرنا أنه يصف المصلين صفوها ولا يكونون صفا واحدا، أن هذا أفضل. ولو كان المكان واسعا فإن الأفضل أن يكونوا ثلاثة صفوف، ولو كان عدد الصف قليل، لو كان عدد الصف قليلا لأجل أن يحصل الأجر والفضل للميت إذا تعددت الصفوف عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. نعم، هذا فيه الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن، لمن لم يصلي عليه قبل الدفن فإنه يصلي على قبره كصلاته على جنازته قبل الدفن، يقف على قبره ويجعله بينه وبين القبلة، يستقبل القبلة ويصلي عليه كما يصلي على جنازته. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر لأنه لم يصلي عليه قبل الدفن، لم يصلي عليه قبل الدفن، وهذا تكرر منه صلى الله عليه وسلم في قصة امرأة كانت تقوم المسجد، أمة سوداء كانت تقوم المسجد، فتوفيت ليلا فلم يخبروا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم تقالوا شأنها، فجهزوها ودفنوها. لما فقدها النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها، قالوا إنها ماتت، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، وقال هل كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني. ومرة انتهى إلى قبر رطب، يعني حديث الدفن، ولم يسبق أن صلى عليه قبل الدفن فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وحرصه على نفعهم أحياء وأموات عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها كبر أربعا، تكاثرت الأحاديث لأن التكبير على الجنازة أربعا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. لما انتهى من الصلاة على الميت، سياق الأحاديث الواردة في الصلاة على الميت، انتقل إلى الحكم الثاني من أحكام الميت، وهو تكفين الميت، وتكفينه معناه لفه بثوب يستره. والتكفين أقله ثوب واحد، يعني قطعة واحدة من القماش تلف جسمه كله وتغطيه، والأفضل أن يلف بثلاثة أثواب، ثلاث قطع على طول جسمه، ثلاث قطع على طول جسمه. وهذا هو الذي كفن فيه صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أثواب يعني ثلاث قطع، ثلاث قطع، بأن توضع القطعة الأولى على الأرض، تبسط على الأرض، ثم يؤتى بالثانية فتبسط فوقها،
ثم يؤتى بالثالثة فتبسط فوقها، ثم يؤتى بالميت فيوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف اللفافة الأيمن، اللفافة العليا، يرد طرف اللفافة العليا الأيمن على الميت، ثم طرفها الأيسر، يتلاقى الطرفان، ثم الثانية كذلك التي تليها، ثم الثالثة التي هي الأخيرة على الأرض، ثم يشد بالعصايب لئلا تنتشر الأكفان. كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب. هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه يجري عليه ما يجري على البشر، وأنه ميت لا كما يقوله الخرافيون إنه لم يمت، وأنه يأتي ويطلع على الناس ويحضر الموالد، حضر الاحتفالات كما يقوله الخرافيون. الله جل وعلا قال له إنك ميت وإنهم ميتون، وقال سبحانه كل نفس ذائقة الموت، لم يستثني الأنبياء ولا غيرهم. وقال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، دل على أنه سيموت عليه الصلاة والسلام، وقد مات. ولكنه حي في قبره حياة برزخية، ما هي مثل حياته على وجه الأرض كالشهداء أحيا في قبورهم بنص القرآن، لكنها حياة أخروية ليست كحياة الدنيا. ولهذا تزوج نساؤهم وتقسم أموالهم، ولهذا لا يسألون عن شيء. الصحابة كان يشكل عليهم الأمور، حدثت عندهم حوادث ما كانوا يذهبون إلى الرسول في قبره ويسألونه، وإنما كانوا يجتهدون فيما بينهم ويتساءلون فيما بينهم ويحلون المشاكل التي تحدث، ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه. ولو كان حيا كحياته على وجه الأرض لذهبوا إليه يسألونه، ما بينهم وبينه إلا مسافة يسيرة، ومع هذا ما يذهبون إليه، يجتمعون ويتداولون الرأي ويتذاكرون ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القضية ثم يعملون بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ميت كغيره من البشر، أما أنه حي في قبره نعم، إذا كان الشهداء أحيا في قبورهم والأنبياء أعظم من الشهداء، فالأنبياء يكونون أولى بالحياة في قبورهم، لكنها حياة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، حياة برزخية تختلف عن حياتهم على وجه الأرض. ولذلك كفن صلى الله عليه وسلم كما يكفن غيره، ولو كان حيا لم يكفن ولم يدفن، غسل وكفن وصلي عليه ودفن، ولو كان حيا ما عملت فيه أحكام الميت عليه الصلاة والسلام. نعم، كفن في ثلاثة أثواب. بيض، هذا فيه دليل على أن الأفضل أن يكون الكفن من اللون الأبيض، لأنه هو الذي اختاره الله لرسوله، والله لا يختار لرسوله إلا ما هو الأفضل. وقد قال صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، فأفضل الألوان التي يكفن فيها الميت والتي تلبس في الحياة هو البياض للرجال، ويجوز أن يكفن بغير الأبيض، كفن بالقماش غير الأبيض، كفن بالأخضر، بالأصفر، بالأسود، لا بأس، لكن الأبيض أفضل. سحولية، نسبة إلى سحول، قرية باليمن ينسج فيها الملابس، تنسب إليها، من قطن، والقطن معروف وهو الكرسف. نعم، ليس فيها قميص،
يعني ليس فيها ثوب، وإنما هي لفائف كما ذكرنا، ليس فيها ثوب ولا عمامة على الرأس، بل كان رأسه صلى الله عليه وسلم مكشوفا وغطي بالكفن كغيره من الأموات. فهذا فيه دليل على أن الميت لا يعمم، الذكر أن الميت الذكر لا يعمم ولا يلبس القميص، هذا هو الأفضل. ولو أنه يلبس قميصا ويكفن في قميص مخيط لا بأس، لكن الأفضل أن لا يلبس القميص كما كفن صلى الله عليه وسلم. وإلا يجوز التكفين في الثوب والقميص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابن أبي قميصه وكفن فيه لما طلب ابنه، من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه، وكان ابنه رجلا صالحا تقيا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يرد سائلا أبدا، الرسول كان ما لا يرد سائلا، فأعطاه قميصه وكفن فيه مع أنه رأس المنافقين ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وتكرمه لابنه، وتكرمه لابنه الصحابي الجليل الصالح التقي. نعم. عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنته زينب فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. آذنني، صلى الله عليك. فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوة فقال: أشعرنها إياه، يعني إزارة. نعم. لما انتهى من تكفين الميت انتقل إلى تغسيله، تغسيل قبل التكفين، وتغسيل الميت بأن يعمم الماء على جسمه، ويغسل به كما يغسل الحي. هذا واجب، تغسيل الميت واجب. ولما توفيت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، زوج العاص بن أبي الربيع، أمر صلى الله عليه وسلم النساء أن يغسلنها، وفيهن أم عطية راوية الحديث. فهذا فيه أن المرأة تغسلها النساء ولا يغسلها الرجال، كما أن الرجل يغسله الرجال ولا تغسله النساء، إلا ما كان بين الزوجين، فإنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. وأما ما عدا الزوجين فلا يجوز أن الرجل تغسله النساء، حتى ولا بنته ولا أخته ولا أمه ولا أمه ولا أي قريبة من قريبه. وكذلك الرجل وكذلك المرأة لا يغسلها الرجال، لا أخوها ولا أبوها ولا ابنها، وإنما تغسلها النساء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يغسلن ابنته، هذا فيه دليل على أن المرأة تغسلها النساء. وقوله اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، هذا فيه دليل على تكرار الغسل. الواجب مرة واحدة، الواجب غسلة واحدة تعم البدن، والأفضل أن يزاد على المرة ثلاث، ما يكون مرتين، يكون وتر ثلاث أو خمس، ما يكون ثنتين ولا أربع ولا ست، بل يكون وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يقطع على وتر. غسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فوض الأمر إليهن، إذا احتجنا إلى الزيادة يزدنا على الخمس.
ويكون ذلك وترا كالسبع من رأيتن ذلك. ثم وقال صلى الله عليه وسلم اغسلنها بماء وسدر، هذا فيه دليل على استعمال المنظفات، استعمال المنظفات في تغسيل الميت من السدر، وهو نبت معروف، نبت معروف منظف ولين، يلين الجلد ليس فيه خشونة، وما يقوم مقام السدر من المواد المنظفة كالموجود الآن من الشامبوات والصابون، كل هذا طيب لا بأس به، استعمل المنظف الذي يزيل الوسخ وينظف الجسم بماء وسدر. هل يخلط السدر مع الماء؟ لا، السدر يجعل في إناء خاص، يجعل في إناء خاص ويستعمل في رأس الميت، شعر الرأس وفي بدن الميت، ثم يتبع بالماء، يتبع بالماء من أجل أن يتنظف الجسم. واجعلنا في الأخيرة، يعني في الغسلة الأخيرة، كافورا، والكافور مادة طيبة الرائحة، مادة طيبة الرائحة، وأيضا تصلب الجسم بدل الرخاوة، ما الجسم ما يكون رخوا، هي تصلبه وتطرد عنه الروائح الكريهة. فلذلك أمر أن تكون في الغسلة الأخيرة من أجل أن يبقى عليه أثر الكافور. أما لو كان في الغسلة قبل الأخيرة زال مع الماء، فيكون في الغسلة الأخيرة من أجل أن يبقى أثره أو شيئا من كافور. المعنى واحد، المعنى واحد، لكن هذا من دقة الصحابة رضي الله عنهم في الرواية، هذا شك من الراوي. ثم قال إذا فرغتن فآذنني، يعني أعلمنني، هذا فيه دليل على أنه لم يحضر تغسيلها، وإنما كان خارج المكان الذي تغسل فيه، فأعلمنه بأنهن فرغنا فأعطاهن حقوه، أي إزاره، الحقو والإزار، أو الحقو بالحاء بالفتح، فتح الحاء، وهو الإزار. وقال أشعرنها إياه، أي اجعلنه مما يلي جلدها، الشعار هو ما يلي البشرة، والدثار ما فوق الشعار، الدثار ما فوق الشعار. والحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم أعطاهن إزاره من أجل أن ينالها من بركته صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه التبرك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وملابسه وريقه ومن فصل من جسمه وعرقه ووضوءه، تبرك بمن فصل من جسمه هذا مشروع، أما التبرك بقبره أو ببيته أو كما يفعله الخرافيون فهذا لا أصل له، هذا وسيلة من وسائل الشرك والوثني. أما التبرك بمن فصل من جسمه من شعر أو عرق أو ريق أو ملابس فهذا مستحب لبركته صلى الله عليه وسلم، أشعرنها إياه. نعم، ولا يفعل هذا مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تؤخذ ثياب الصالحين أو العلماء، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك، ولم يكن الصحابة يفعلون هذا مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الأمة بما يجوز، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية أو سبعة. نعم. وقال ابدأنا بميامنها، ابدأنا بميامنها، هذا فيه دليل على أنه يستحب أن يبدأ بميامن الجسم في تغسيل الميت، ويغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، هذا الأفضل. نعم. ومواضع الوضوء منها. نعم، وهذا فيه دليل على أنه يبدأ بأعضاء الوضوء، فيوضأ الميت أولا، يوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل، هذا سنة. نعم. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، قالت أم عطية وجعلنا رأسها، أي شعر رأسها، ثلاثة قرون، يعني ضفائر،
وألقيناه خلفها. هذا في دليل على أن شعر الميت يجدل ويجعل ضفائر ويلقى من خلفه. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ورأسه. نعم، هذا في موضوع تكفين المحرم، في موضوع تكفين المحرم إذا مات وهو محرم بحج أو عمرة. فقوله سقط رجل بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم عرفة، وكان الصحابة واقفين معه على ظهور الإبل، على ظهور الإبل يدعون الله عز وجل. سقط رجل من الواقفين عن راحلته فوقصته، يعني رفسته برجلها فدقت عنقه ومات، ومات في الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، يعني ثوبي الإحرام. فالمحرم يكفن في ملابس الإحرام ولا يكفن بغيرها. كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، الحنوط الطيب، لأنه محرم، هو المحرم لا يمس الطيب. فهذا فيه دليل على أن غير المحرم أنه يجعل عليه شيء من الطيب في أكفانه وفي جسمه، أما المحرم فيجنب الطيب. ولا تحنطوه، وفي رواية: ولا تمسوه طيبا. لماذا؟ لأنه محرم. ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، لأن المحرم الذكر لا يغطى رأسه لا حيا ولا ميتا، لأنه محرم، لأنه محرم. وفي رواية: لا تخمروا رأسه ووجهه. أخذ بعض العلماء أن المحرم أيضا لا يغطي وجهه، ولكن الظاهر والله أعلم أن عدم تغطية وجه الميت، لأنه إذا غطى وجهه غطى رأسه، فهذا تجنب لتغطية الرأس من باب منع الوسائل، من باب منع الوسائل. ثم علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا يكفن في ثياب الإحرام ولا يكفن في غيرها؟ لماذا لا يمس الطيب؟ لماذا لا يخمر رأسه؟ قال: لأنه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني أنه باق في إحرامه، باق في إحرامه وهو ميت، ثم يوم القيامة يقوم من قبره على هذه الحالة، يلبي كما يلبي المحرم. فهذا الحديث فيه فوائد: أولا، فيه أن المحرم إذا مات يعامل معاملة المحرم، فيجنب محظورات الإحرام، جنب محظورات الإحرام كما لو كان حيا، ولا يلبس المخيط، وإنما يكفن في ثياب الإحرام. وفيه أنه لا تقضى عنه المناسك، لا تقضى، إذا مات في أثناء الإحرام فإنه يبقى فيها ولا تقضى عنه، ولا يكمل عنه الحج أو العمرة، لا يناب عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يأمر أحدا أن يقضي عنه بقية المناسك. واستدلوا به على أن تكفين الميت مقدم في تركته على الدين وعلى الإرث وعلى الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل، فلم يقل هل عليه دين، وإنما قال: كفنوه في ثوبيه، فدل على أن تكفين الميت مقدم. هذا من الحقوق المتعلقة بالتركة، وهي التكفين، فيكون من رأس مال التركة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: الوقص كسر العنق. إيه نعم، كسرت عنقه
لأنها رفسته برجلها. نعم. عن أم عطية الأنصارية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قالت نهينا عن اتباع الجنائز، هذا في دليل على أن المرأة لا تتبع الجنائز، ما تشيع الجنائز إلى المقبرة، كما أنها لا تزور القبور ولكن تصلي على الميت في المسجد أو في أي مكان غير المقبرة، تصلي على الميت سواء مع النساء أو منفردة أو خلف الرجال، تصلي على الميت تدعو له، لكنها لا تشيعه، لا تشيعه. وقولها ولم يعزم علينا يعني لم يشدد في النهي، قد استدل به جماعة من العلماء على أن تشيع المرأة للجنازة مكروه كراهة التنزيه، أخذا من قولها ولم يعزم علينا. وبعضهم يرى أنه للتحريم، أنها لا تشيع الميت لأنها قالت نهينا، والنهي يقتضي التحريم، أن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. وتشهد له أدلة أخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء من تشييع الجنائز، الصحيح هو القول بالمنع، بمنع النساء من تشييع الجنائز، وأنه ليس مكروها فقط بل هو حرام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعوه عن رقابكم. نعم. هذا فيه دليل على الإسراع بتجهيز الميت والذهاب به إلى قبره، وأنه لا تحبس جنازته، لا تحبس جنازته، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن حبس الجنازة بين ظهراني أهله، وإذا حمل إلى المقبرة فلا يتكاسل في المشي، بل يكون المشي مسرعا، لكنه إسراع من غير عنف، إسراع لا يضر الميت ولا يضر المشيعين، إسراع دون الركض والعدو، لأن هذا يشق على المشيعين ويضر الجنازة أيضا لكونها تتأثر بالحركة السريعة، فيكون سرعة مناسبة. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إن تكو صالحة فخيرا تقدمونها إليه ولا تحبسونها عن الخير، وإن تكو غير ذلك يعني غير صالحة فشراً تضعونه عن رقابكم، تتخلصون منه، لأن الجنازة الشريرة يتأثر منها المشيعون والحملة فيسلمون منها. فهذا فيه الحث على السرعة بالجنازة في التجهيز وفي السير بها، إلا إذا دعت الحالة، إذا دعت الحاجة إلى تأخيرها، تأخير تجهيزها، كأن يتثبت من موتها، إذا مات فجأة تثبت في موته هل هو ميت أو مغشي عليه، فلا يسرع في تجهيزه حتى يثبت موته. وكذلك إذا كان قتله مشتبه، إذا كان موته مشتبه، هل هو مات موتا عاديا أو مقتول، فيتثبت جنائيا من نوع الوفاة يؤخر من أجل ذلك، من أجل ضبط الجرائم، أو أخر من أجل أن يحضر الغائب ليصلي عليه ويدعو له، ويتكاثر الناس الصلاة عليه من البلد، إذا أخر من أجل كثرة المصلين والمشيعين فهذا تأخير لغرض صحيح. نعم. هذه الأحوال يجوز التأخير، لكن ما يكون تأخيراً كثيراً. نعم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها،
فقام وسطها. نعم، هذا الحديث فيه موقف الإمام من الجنازة، وأنه يقف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل كما جاء في الأحاديث، يقوم الإمام عند رأس الرجل ويقف عند وسط المرأة كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أن الشهيد إذا لم يكن شهيد معركة فإنه يعامل معاملة الجنائز، فالمرأة التي تموت في بطنها هذه شهيدة كما جاء في الحديث، اللي تموت في الولادة هذه شهيدة لها أجر الشهيد، ولكن تعامل معاملة الجنازة لأنها ليست شهيدة معركة. نعم. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الواجب الصبر والاحتساب عند المصيبة، قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمشروع الصبر عند المصائب، عند موت القريب والحبيب، الصبر والثبات، عدم الجزع، تسخط. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الجزع الذي يكون منه هذه الأمور الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة بالنياحة، تقول وعضداه وظهراه وكذا وكذا، هذا في الجاهلية، هذا عدم الصبر ويدل على الجزع. والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، وهذا من أفعال الجاهلية. والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، كذلك التي تلطم وجهها، كل هذه من مظاهر الجاهلية عند المصائب. والواجب الصبر والاحتساب، والنياحة كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، يكفي. يقول فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم التسليمتين في صلاة الجنازة؟ جائز أن يسلم تسليمتين، ولكن الأفضل أن يقتصر على واحدة عن يمينه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الإخبار عن الميت في مكبرات الصوت وفي المساجد؟ إذا استدعى الأمر أنه يخبر عنه في المساجد أو مكبر الصوت لا بأس، إذا كان الغرض من ذلك مصلحة الميت للدعاء له والصلاة عليه أو قضاء ديونه لا بأس، يخبر عنه بأي وسيلة، وفي الإذاعة وفي المكبر الصوت وفي الصحف ما يخالف، لا بأس. المهم الغرض ما هو، إذا كان الغرض غرضا صحيحا لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صليت اليوم الظهر على جنائز فقال الإمام: نصلي خمس تكبيرات، أربع تكبيرات للموتى والخامسة للأطفال الفرط، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا جاهل من الجهال، ينبغي أنه يخبر عنها المسؤولين عن إدارة الأوقاف لينبهوه على هذا الخطأ ولا يتكرر منه. نعم، ما يجوز للإمام أنه يعمل أعمال شاذة ويعمل باجتهاداته وآرائه، هذا ما يجوز، لو فتح هذا الباب لحصل فساد كبير. المسلمون طريقتهم واحدة، ولا يجوز الشذوذ عليهم والخروج بآراء شاذة أو أقوال ضعيفة أو اجتهادات ما لها أصل بل هي من عند الإمام، ألا يجوز هذا أبدا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: وإذا أنك تعرفه فعليك أن تنصحه وتبين له أن هذا خطأ ولا يتكرر منه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا زاد الإمام أو نقص في عدد التكبيرات فهل أقول له سبحان الله وهل يسجد للسهو؟ لا، ما في سجود سهو ولا في تسبيح، إذا أنه شك في عدد التكبيرات يبني على اليقين ويكمل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يغطى رأس الميتة المحرمة أم لا كالرجل تماما؟ الميتة يغطى رأسه، ما يبين شيء من جسمها، لأن الذي لا يلبس المخيط هو الرجل، أما المرأة فلا تلبس النقاب،
لا حية ولا ميتة، ما تلبس النقاب ولا البرقع ويغطى وجهها بغير ذلك. نعم، حتى ولو ما ماتت تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب. نعم، أحسن الله إليك. يقول ولا تلبس الشراريب سواء حية أو ميتة في كفيها، ما تلبس الشراب في كفيها وهما القفازان، وما عدا ذلك يغطى كفاها بالثوب أو بالكفن في بس. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من غسل الميت يغتسل؟ لم يثبت هذا، هذا لم يثبت، فعله بعض الصحابة وفي حديث ضعيف، فإذا فعله الإنسان واغتسل فحسن لا بأس. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يدفن الميت في الليل أو في أوقات النهي؟ هي نعم، الدفن ما له وقت، يدفن ويبادر به، يبادر به إلا ثلاثة أوقات ما تتسع للدفن، ثلاثة أوقات عند بزوغ الشمس، وعند توسطها في السماء، وعند غروبها، هذه أوقات ما تتسع للدفن. نعم، فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الوقوف للجنازة خاصة عندما تفتح الأبواب المتحركة؟ نعم، يقول: ما حكم الوقوف للجنازة؟ الوقوف للجنازة، بالجنازة؟ نعم، كيف الوقوف بالجنازة؟ نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يلزم تساوي الصفوف في صلاة الجنازة؟ ما يلزم، المهم أنها ثلاثة صفوف ولو كانت أعدادها غير متساوية، المهم الصف، وأقل الصف اثنان. نعم، فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشترط في صلاة الغائب إذن ولي الأمر؟ لا، ما يشترط صلاة الغائب إذن ولي الأمر، فإذا أردت تصلي على غائب تصلي، إن صلوا الناس عليه تصلي معهم، وإن صليت وحدك عليه ما في بأس. لكن بعض الإخوان يصلي على الميت وهو في البلد، الميت في البلد، هذه ما هي بصلاة غائب، صلاة الغائب على البعيد، على البعيد اللي دونه مسافة بعيدة، أما اللي في البلد هذا حاضر ما هو بغائب، فإذا تمكنت تذهب وتصلي عليه على جنازته أو تصلي على قبره هذا طيب، أما أنك تصلي عليه صلاة غائب هذا غير مشروع. نعم، فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى يصلى على الجنين الذي سقط ميتا من بطن أمه؟ إذا تمله أربعة أشهر، إذا تمله أربعة أشهر يأخذ حكم الجنائز، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة، لأنه نفس، لأنه نفس نفخت فيه الروح. أما إذا كان قبل أربعة أشهر فهذا ما يأخذ أحكام الجنائز، يدفن من غير تغسيل ومن غير تكفين، ويلف بخرقة ويدفن في أي مكان. نعم، ولا يصلى عليه لأنه ما صار نفس إلى الآن. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: من يذهبون إلى المقبرة ثم يجد بعض الجنائز قد دفنت ولها أيام وهي كثيرة، فهل له أن يصلي على جنازة ثم ينوي بها الصلاة على هذه الجنائز كلها؟ لا، هذا ما ورد، ما ورد أن الإنسان يصلي على القبور كلها، اللي قبر واحد يعرفه، قبر واحد يعرفه يصلي عليه، أما أحد ما يعرفه ولا يدري، كل المقابر مليانة أجل، يصلي على كل قبر. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: في بعض المساجد عند صلاة الجنازة يحدد عدد الجنائز الذكور والإناث والأطفال، فهل هذا الفعل جائز؟ لا بأس بهذا، علشان الدعاء، علشان يدعو، ينويهم بالدعاء، علشان النية بالدعاء، ويخص الأطفال بدعائهم الوارد، لا بأس. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي السنة في إنزال الميت، القبر مع رجليه أم مع رأسه؟ من عند رجليه، يدخل من عند رجليه ويسل إلى رأسه. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: هل السنة في الدعاء للميت بعد دفنه ثلاث مرات فقط باللهم اغفر له، اللهم ثبت، أم السنة الإكثار من الدعاء له؟ السنة أن تقف على قبره وأن تدعو له وتستغفر له بدون عدد ما تيسر من الدعاء. نعم،
أحسن الله إليك. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم ذكر بعض كتب التفسير التي يبدأ بها طالب العلم. مختصرة، كتب التفسير المختصرة مثل الجلالين، مثل تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه مختصرات يبدأ بها، مختصرات ابن جرير وابن ابن كثير والبغوي مختصرات ومأمونة أيضا. أما الجلالين فهو مختصر لكن فيه بعض التأويل، وكان مقررا في المعاهد ودرسناه، فيه فائدة كبيرة، ولكن تعرف المسائل التي فيها نظر تتجنبها. نعم، أحسن الله إليك. تفسير جيد في الحقيقة مع اختصاره وجيد، نعم، ويمكن حفظه. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يباح تأخير وليمة العرس لمدة تقارب 3 أشهر نظرا لبعض الظروف التي تستدعي ذلك، كسفر الولي وعدم استطاعته المجيء إلا بعد مدة، فهل يباح مثل هذا التأخير أو لا بد أن تكون الوليمة مصاحبة للعقد؟ هذا كثر السؤال عنه. الوليمة في وقتها، إذا فات وقتها ما تقام على أنها وليمة عرس. أما إذا أراد يقيم وليمة على أن ما يبل العرس يجمع أقاربه ولا هي وليمة عرس ما يخالف، أما وليمة العرس فات وقتها فلا تعمل على أنها وليمة عرس، ولا يحط فيها دفوف كما يقول بعض الناس. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: أرجو من الشيخ توضيح هذه العبارة، هل هي صحيحة؟ وهي: الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، فلا يصح إيمان إلا بعمل، ولا يصح عمل إلا بإيمان. هذا من جهة جنس العمل. أما من جهة أفراد العمل ففيه تفصيل، فبعض الأعمال شرط لصحة الإيمان، وبعض الأعمال شرط لكمال الإيمان. انتهت. تالي الكلام ما هو صحيح، أما أوله صحيح، لا يصح إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان، هذا صحيح. أما التفصيل في الأعمال وهذا فيه نظر، وبعض الناس دلوا يبتكرون أقوال وعبارات ما وردت عن السلف. الواجب على طالب العلم أنه يمشي على طريقة السلف ولا يحدث أقوال من عنده أو ابتكارات من عنده، ما يجوز هذا. نعم، أنت تحصل إليك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.